بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 60. إذن كما نرى في الأول ديال الصفحة عندنا دير إن بويزي، يعني قول شعر أو فلنقل شعرا. العنوان ديال القطعة الصغيرة كما عندنا شا، إذن نتكلم عن قط، إذن شا هذا عنوان القصيدة الصغيرة. إذن أول بيت إن صح التعبير هو شا 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 شا، مقصود بها قطون قطون قط. ثم عندنا شانوار شابلون شاغري، شانوار يعني قطون أسود، شابلون قطون أبيض، شاغري قطون رمادي، شامو بأنه جميل أو جذاب. جذاب طبعا الحال في المؤنث نقول شامونت. مثلا إذا أردنا الكلام عن قطة إذن نقول شامونت شات، شامونت شات في حالة القطة. إذا المقصود قطة جذابة. إذا عندنا هنا شامون شام مقصود بها قط جذاب كوشي، يعني أنه نائم كما نرى في الصورة. شا كوشي سور لو بلانشي أون بوا، قط نائم سور لو بلانشي. طبعا الحال لو بلانشي المقصود به هو أرضية المنزل أو أرضية الورشة، أرضية المنزل أو أرضية الورشة بصفة عامة. كأننا نقول بأن القط كوشي يعني أنه نائم، طبعا الحال سالوفاغ كوشي سيغ لو بلانشي يعني على الأرض ببساطة أون بوا، إذن على الأرض ولكن من الخشب. المقصود بأن الأرض مفروشة بلوح من الخشب، إذن شا كوشي سيغ لو بلانشي أون بوا. إذن عندنا هنا شامون شا كوشي يعني قطون جذاب نائم. ثم طبعا الحال ننتقل إلى الفقرة الثانية من القصيدة. عندنا شا 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 يعني قطون قطون قطون. نونتونتي با لي سوغي دونسي ا تخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي، الم تسمع الفئران؟ نونتونتي با لي سوغي، الم تسمع الفئران؟ طبعا الحال عندنا لو فيرب اونتوندر، اذا تي اونتون انت تسمع، اونتونتي هل انت تسمع. اذا عندنا هنا نونتونتي با الم تسمع، لنفرض باننا سنحذف هاد لا نيغاسيون يعني سنحذف النفي، سنقول ماذا؟ أنتونتي لي سوغي دونسي ا تخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي، أسمعت؟ إذا عندنا هنا أسمعت. إذا لم نستخدم النفي إذا سنقول أنتونتي لي سوغي دونسي ا تخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي، أسمعت الفئران يرقصون؟ إذا أنتونتي لي سوغي دونسي، أسمعت الفئران ترقص؟ ثم نكمل الجملة. ولكن الذي عندنا هنا نونتونتي با لي سوغي دونسي، ألم تسمع الفئران ترقص؟ أتخوا في ثلاثة، كأننا نقول في ثلاثة مراحل أو ما يشبهها. إذا أتخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي، أونتخو شا هو الصو، طبعا الحال تجي من فعل صوتي يعني الصو المقصود به قفزة، صو صوتي طبعا الحال هي قفزة. إذا أن صو ديغون لوكال، ديغون لوكال يعني كأننا نقول الذي أثناءه، يعني أثناء هاد القفزة. لي بي بات غابيدمون لا كونتر لوتر، يعني أن الرجلين لي بي بات سيرفير باتر يعني أن تضرب غابيدمون يعني بسرعة، لا كونتر لوتر يعني واحدة ضد الأخرى. يعني هناك رقصة طبعا الحال يقفز فيها الشخص وبسرعة يضرب رجله مع الأخرى ثم يعود إلى الأرض. إذا نتكلم عن هاد القفزة أثناء الرقص طبعا الحال. إذا طبعا الحال الإنسان يرقص وفي لحظة يقفز ثم يضرب رجله مع الأخرى، لا كونتر لوتر. إذا سو ديغون لوكال لي بي بات غابيدمون يعني أن الرجلين تضرب بسرعة، تضرب بسرعة، لا كونتر لوتر يعني الواحدة ضد الأخرى. إذا هذا يسمى أونتخو شا. هنا بطبيعة الحال عندنا نونتونتي با لي سوغي دونسي ا تخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي، ألم تسمع الفئران ترقص في ثلاثة؟ ترقص في ثلاثة ماذا؟ لي زونتخو شا ترقص هاد الرقص الذي ذكرنا الآن، والتي يقفز فيها الشخص ثم يضرب رجله بالأخرى بسرعة ثم يعود إلى الأرض. سور لو بلانشي يعني على الأرض بمعنى آخر. لو بلانشي كما قلنا ديزين لو سول، ديزين يعني أنه يعني، ديزين يعني أنه يشير، تشير ماذا؟ لو سول تشير الأرض.
إذا المقصود بأنها تشير إلى الأرض. دان ليسباس يعني لي مساحة لي فضاء ما أبيتي يعني أنه مسكون. طبعا الحاجة نتكلموا على لوغ أبيتي يعني ساكنة. إذا أن بلونشي ديزيل لو سول دان ليسباس يعني أن كلمة بلونشي تشير إلى الأرض. أرض ماذا؟ تشير إلى أرض دان ليسباس أرض مساحة أو أرض فضاء أبيتي يعني أنه مسكون. أو دان شونتي أو أننا نتكلم على لو سول دان شونتي أرضية ورشة. إذن هي أيضا تسمى بلانشي. إذن كما قلنا شا 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 نوار شا بلان شا غري شا مون شا كوشي شا 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 نونتونتي با لي سوري دونسي أتخوا لي زونتخو شا سور لو بلانشي. هذه هي القصيدة الصغيرة. إذن ننتقل إلى الفقرة الموالية اللي هي فيفغ أنسومبل. فيفغ أنسومبل يعني فلنعيش في مجموعة أو فلنعيش جماعة يعني أننا نعيش في بيئة واحدة إن صح التعبير. طبعاً الحال هذه الفقرة كما قلنا أنها تتهتم بالأمور التي تمس العيش في جماعة يعني ماذا على الشخص أن يفعل طبعاً الحال وما لا يفعل وهو في مجتمع ما. إذن كوفون سي بيرسوناج ماذا تفعل هذه الشخصية. طبعاً الحال عندنا لو فاف تنقولو جو في تو في إل في نو فوزون فو فات إل فون. إذن كوفون سي بيرسوناج ماذا تفعل هذه الشخصيات كأننا نقول ماذا يفعلون هذه الشخصيات. نعود دون لا بروميير ايماج فلننظر الصوره الاولى كوفي سيت انفون ماذا يفعل هذا الطفل. اذا كوفي سيت انفون ماذا يفعل هذا الطفل. سيت انفون شاس لي زوازو افيك ا لونس بيير. سيت ان انفون كي شاس لي زوازو افيك اللونس بيير يعني هو طفلون يصيد الطيور افيك لونس بيير. حنا تنقولوا جباد ولكن هو في اللغه الفرنسيه يسمى رامي الحجر. طبعا الحال لونسي هي رمى انك ترمي شيئا لونسي او انك تطلق شيئا. اذا لونسي بيير يعني هي الحجر. اذا كما لو نتكلم عن رامي للاحجار ان صح التعبير. اذا نتكلم عن انفون شاسون لي زوازو افيك لونس بيير يعني الطفلون مصيدا إن صح التعبير الطيور برامي الأحجار المقصود بالمقلاع. طبعا هو أمر غير جيد لأن الطيور لها أيضا حياة ويجب أن تبقى على قيد الحياة وتعيش. ثانيا فهي طيور حتى لو أنك يعني قتلتها فلن تستفيد منها بدرجة كبيرة. ثالثا أحيانا يعني الإنسان تيجي يضرب هاد الطيور وتصدق ضرب شخص آخر. من الأحسن أن الطفل يتفادى هاد الأمور. نوباسون على دوزيام إيماج كو روبريزونت لا دوزيام إيماج. ماذا تمثل الصورة الثانية؟ كيس كون فوا؟ إذن سيتان لونفون كي لاف سون شوفال إي كي بخون سوان دو سا بو. سيتان لونفون كي لاف سون شوفال. إذن هو طفل يغسل فرسه. c'est un enfant qui lave son cheval et qui prend والذي يأخذ soin يعني عناية de sa peau يعني بجلده. طبعا الحال هو يغسل جلد الفرس بمعنى آخر. عندما يغسل الفرس فهو يغسل جلده بمعنى آخر هو يعتني بجلده وبالتالي فهو يعتني بمظهر الفرس الخارجي. إذن عموما نقول c'est un enfant qui douche son cheval. c'est un enfant كي دوش سون شوفال يعطي حماما انه يفعل حماما لفرسه. سيت ان انفون كي دوش سون شوفال. بيان سور ا ليفير il faut prendre quelques précautions يعني في فصل الشتاء يجب اخذ بعض الاحتياطات. اذا pour doucher son cheval la température dans l'eau doit être tiède يعني ان درجة حرارة الماء يجب ان تكون دافئة. La température de l'eau doit être tiède, dafi'a. L'écurie, يعني الاستابل. تنقول حنا الكوري. L'écurie doit disposer. يعني أن الاستابل يجب أن يتوفر. Doit disposer. بطبع الحال نتكلموا على لو فيرب devoir. إذا l'écurie doit disposer. يعني أن الاستابل يجب توفر. المقصود يجب أن يتوفر. D'une douche. يعني على حمام. intérieur
يعني داخلي يكون داخل هذا الاستابل. اذا سولاريوم، طب هذا الحال سولاريوم المقصود به هو المكان المعرض للشمس، يعني كما لو نقول مساحه شمسيه. اذا سولاريوم المقصود به هو المكان الذي يسمح بدخول الشمس ولكن بدون دخول الرياح، اذا يسمى سولاريوم كما لو نقول مساحه شمسيه. اذا كما نرى في الصوره، اذا هذا سيتان سولاريوم. اذا طبعا الحال يجب ان يتوفر هاد الاستابل على دوش داخلي ثم على ان سولاريوم. افان كو لو شوفال نو برين با فوا، افان كو بور كو المقصود بها افان كو يعني من اجل ان لو شوفال يعني ان الحصال يعني الحصان نو برين با نو برين با فوا يعني انه لا ياخذ برد، المقصود بانه لا ياخذ ضربات برد. طبعا الحال لكي تعطي حماما، لكي تقوم بحمام لحصانك خاصة في فصل الشتاء، يجب أخذ هذه الاحتياطات. أولا الماء الدافئ، ثانيا يجب توفر الإسطبل على دوش داخلي أو حمام داخلي، ثم يجب أن يتوفر على ما يسمى أن سولاريوم أفان كو لو شوفال نو برين با فخوا. إذا عموما نقول سيت أن أنفون كي دوش سون شوفال، أو بيان سيت أن أنفون كي لاف سون شوفال. Nous passons à la dernière image. Namor et la sourate al-akhira. Et d'un corps présente cette image. Mais de tout mettre la sourate. Nous voyons une fille. Nous voyons une fille Nara Binten. Nous voyons une fille Nara Binten qui donne à manger à son lapin. C'est une fille ou bien c'est une fillette qui donne à manger à son lapin. Elle a été l'akla les arnabia. Romoumen hadde لي لابان هاد الارانب. اذا سو سون دي زانيمو اغفيفور، يعني هم حيوانات عاشبه اغفيفور، يعني انها تاكل العشب. اذا لي لابان جينيرالمون مونج دو لارب، عموما الارانب تاكل دو لارب يعني العشب. دي فوان طبعا الحال هو نوع من النباتات، دي فوان يعني تاكل ايضا فواكه دي ليغيم اي كيلكو راسين وبعض جذور النباتات. اذا لي لابان سون دي زانيمو herbivore. Il mange de l'herbe, du foin, des fruits, des légumes et quelques racines. Et quelques racines. Et bien, je dors un nebetet. F'akhir, à ce fait, je dois prendre soin des animaux. Yani, alaya an akhuda inaya bil hayawanat. Yani, le maqsoud alaya an a'taniya bil hayawanat. Les nourrir, yani, tardiyata. Tabak, hat, n'tkelmo ala le verbe nourrir, yani, gadda. Les nourrir, wa tardiyata, hadli. هذه تعود على الحيوانات. المقصود نوغيغ لي زانيمو اي بروتيجي لي زانيمو. اذا طبعا الحال باش ما نعاودوش هذه كلمه انيمو، اننا عوضنا بهاد لي. اذا ذكرنا في الاول كلمه انيمو جو دو بروندر سوا دي زانيمو، ثم تفادينا تكرار هذه الكلمه في بقيه الجمله. في بقيه الجمله لي نوغيغ اي لي بروتيجي يعني تغذيتها، كما لو نقول تغذيتهم نتكلم عن مجموعه حيوانات. Elle est protégée. Elle est protégée. وحمايتها. كأننا نقول وحمايتهم. طبعا الحال كما قلنا نتكلم عن مجموعة حيوانات. إذن je dois prendre soin des animaux les nourrir et les protéger. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.